ومرة أخرى مشاهدي الكرام نذكر بالصورة التي جاءت من زاوية مغايرة، هذه المرة صورة لحالة الرصد التي تم التقاطها من بعيد لسقوط هذا الجسم الحربي العسكري في منطقة النقب الغربي، ولكن هذه زاوية أخرى ترصد منطقة السقوط لهذا الجسم الذي رصدناه من خلال توالي حالة السقوط والاستهداف والمرور لهذه المسيرات الإيرانية في عدد من المدن الفلسطينية ابتداء من مدن الضفة الغربية التي بدأت بمدينة القدس وصولا إلى مدينة نابلس وصولا إلى سماء مدينة رام الله حتى أن وصلت إلى منطقة الجنوب، منطقة النقب الجنوبي، منطقة النقب الجنوبي الغربي في صحراء النقب بجنوب إسرائيل. وهذا هو الاستهداف، وهذه زاوية أخرى من زاوية تم التقاطها لسقوط هذا الجسم العسكري الإيراني في منطقة النقب الغربي.